حققت الهيئة المصرية العامة للكتاب مبيعات غير مسبوقة بعد أن شهد جناح مبادرة الثقافة والفن للجميع الخاص بالهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 إقبالاً كبيراً من الجمهور نظراً لما يقدمه من مجموعة كبيرة من الإصدارات والمؤلفات بأسعار منخفضة تبدأ من جنيهاً واحداً وصولاً إلى 20 جنيهاً. وجذب الجناح عدد كبير من الزوار بأعمار سنية مختلفة، وكان من بين الحضور عدد من طلاب الجامعات وطلاب المدارس وموظفين عاديين. أهلا وسهلا بكم في معرض الكتاب وفي جناح الهيئة المصرية عمل الكتاب. احنا عندنا مبادرة أطلقتها أستاذة الدكتورة وزيرة الثقافة مع الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة المصرية عمل الكتاب أستاذ أحمد باي. المبادرة اسمها الثقافة والفن للجميع، على أن تكون الكتب من جنيه لعشرين لعشرين جنيه. طبعا معظمها أمهات الكتب وكتب كلها قيمة جدا وموجودة، عليها إقبال كبير جدا، يعني تعدت الأرقام خلال الفترة اللي فاتت. أنا يمكن عايز أقول لك مثلا إن جناح مثلا الهيئة احنا بعنا أكتر من 113 ألف نسخة، وفي زيادة مستمرة في المبيعات، علاوة على إن الهيئة في خلال 8 أيام اللي فاتوا الفعالية تم إطلاقها يوم 24 من هذا الشهر قبل افتتاح المعرض مباشرة، والحمد لله يمكن شايفة الكاميرا لو دارت معانا شوية على الجناح في إقبال كبير من الزوار والمثقفين والكتاب كمان، بيقدروا إن هم يشتروا بيقتنوا كتب كتيرة، علاوة على إن الجناح الهيئة في سلاسل كتيرة تم أبرزها حققت مبيعات كبيرة، اللي هي سلسلة ماء وسلسلة رؤية وبعض من الكتب اللي هي مكتبة الأسرة اللي طبعا هي بتتميز بيها والأسعار بتاعتها رخيصة. طبعا زي ما انتوا عارفين يمكن الأسعار في المعرض أو السنة دي أسعار الورق غالية جدا، فمعظم الكتب أسعارها غالية، ولكن ما زالت أسعارنا أو أسعار الهيئة المصرية عمل الكتاب هي في متناول القارئ البسيط العادي اللي بيقدر يشتري ويقدر يقتني كتب الهيئة. أنا في ناس جات لي هنا قالت لي أنا هقدر أعمل مكتبة، يعني بمبلغ صغير، مش عايز أقول لحضرتك إن بقيمة مبلغ إن هو يشتري بيه رواية روايتين ثلاثة، يعني يقدر يعمل مكتبة من هنا. عندي كتاب 3 جنيه و4 جنيه و5 جنيه وكلها كتب جيدة جدا، وبيقدروا فعلا الناس يوميا بيجولي بشكل يومي يقدروا يشتروا من المبادرة، والمبادرة الحمد لله مسمعة كويس والناس بتجيلها مخصوص دلوقتي، أحيانا بيسيبوا كل الأجنحة في المعرض وبيجي خاصة على المبادرة. المعرض يعني احنا قبل المعرض كان فيه كلام إن المعرض والغلا وأسعار الكتب وهتبقى غالية وكده، وكان دعوات كده ملهاش أي ستين لازمة اتقالت إن المعرض، ولكن الجمهور المصري دايما بيفاجئ الجميع، والإقبال على المعرض السنة دي فاق سنوات قبل كده كتير جدا، معدل الشراء زايد جدا جدا. أحيانا ممكن تكون الكتب غليت، بس أنا بعمل في المعرض عامل حساب أشتري 10 كتب، ما يمنعش إن أنا أخليهم 6 أو 7 كتب لأن عشان السعر غلي شوية، ولكن أنا برضو باجي المعرض وبشتري، والإقبال كبير جدا. يعني امبارح والنهاردة يعني مش عايز أقولك الإقبال كان رائع 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 والله. طبعا احنا بقالنا فتره الكتب الادبيه هي اللي في المقدمه، ولكن ما يمنعش والله ان في الناس دلوقتي الشباب ما شاء الله بدا يقرا كل حاجه، يعني الشباب هو بس تحط رجله على الطريق ان هو يقرا وبيبدا دلوقتي. يعني فوجئت هنا مثلا كتب كتير، الكتب التاريخيه، كتب عندنا سلسله اسمها تاريخ المصريين، السلسله عليها اقبال جدا، الناس محتاجه تعرف تاريخها وتعرفه بشكل صادق، لأن السلسلة بتطلع من كتاب كبار ودارسين وكل كلمة بتطلع فيها ما هيش مكتوبة لا, لا, لا عن دراسة وعن تاريخ وموثقة. سلسلة تاريخ المصريين، سلاسل سلسلة ما اللي احنا عاملينها سلسلة صغيرة كده، ما دي بيقول لك ما الجغرافيا، ما السياسة، ما في كل أنحاء الثقافة، فبيقدروا يعرفوا يقدر يعرف المعلومة عنها. ولكن عندنا في كل تقريبا القطاعات بيبدا نتكلم، يعني موجوده الكتب وشغاله يعني الحمد لله. والله المبادره دي عايزينها تستمر ان شاء الله،
وإن شاء الله هتبقى في معارض محلية هنقدر نوصل بها للمحافظات للي ما قدرش يجي المعرض الكتاب. ولكن والله أنا شايف ناس جاية من اسكندرية وناس جاية من الصعيد وناس هنا وبيعملوا حسابهم على المعرض وبدأوا يجوا المعرض وكده، بس هي الفترة الجاية إن شاء الله يبقى في المعارض أكتر ونقدر نوصل للناس بشكل أكبر في محافظات الجمهورية إن شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا جدا. وهدف الهيئة المصرية العامة للكتاب من مبادرة الثقافة والفن للجميع هي تشجيع الجميع على القراءة.